السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي ندير لكم سلطه تاع الدنجال، تجي بنينه وتجي بارده، غادي يعني عارفه غادي تعجبكم. تبغوا ديروها لفطوركم ولا للعشاء؟ انا باين نديرها للعشاء، درتها شويه بكري باش نديرها تبرد، ناكلوها بارده تجي بنينه بزاف. حنا دروك شحال عندي؟ زوج حبات تاع الدنجال، كل واحد هو على حساب الافراد العائله تاعه. انا غادي ندير غير هاد زوج حبات، نشويهم دوك، نشويهم نديرهم في بورصه، نخليهم كيما نقولوا تدبال هذوك باش تقضي كي تنقيها. هذوك شويه يطيروا بالخف، دوك نشويهم شويه نديرهم في قابصه ولا في بورصه ونكملوا ان شاء الله الفيديو. ما شوفوا اخواتاتي، صاي شوفوا هناك، درتها هنا في بورصه نقولوا باش تقضي الجلوف هذوك اللي ينقلعوا. ها شوفوا هنا نير بالخف ينقلعوا لي هاك، خاطش هنايا خليتها شويه كيما نقولوا، وانا شويتها على الغاز. تبغوا ديروه في الكوشه ديروه، تبغوا بصح شوفوا كي تشوف كيما هكا على النار تجي في واحد البنه، تجي بنه شابه. دوك نقيه كاع، شوفوا هنا شوف كل نقيه كاع ونقطعه. اخواتي غادي، اخواتاتي غادي نوجد لاصوص اللي ندير فيها داك الدنجال. هنا راني دايره جوج حبات طوماطيط متوسطين، وراني دايره ثوم سنه تاع ثوم كبيره. وتبغوا ثوم ديروا زوج ديروا زوج. هنا غادي ندير معها شويه تاع الملح، نحسب الدو، غادي ندير معاها غير شويه طوماطي تاع الصوطي متقضيش، كيما صغير كيما نقولو نص مغرف تاع قهوة. ندير هنا شويه تاع الحروف، نزيد شويه فلفلة حمرا، نفعلو راس المغرف تاني غير شويه ونخليهم يتقلاو مليح. غادي نزيدها هنا شويه غير شويه تاع هريسة الشيف، كي تبغي الحار ديال الهريسة ولا جوا حار، ولا كيما نقولو ديك فلفلة حمرا حارة ديرو تاني فلفلة حمرا حارة مبغاش كيما نقولو في اللوا. درت هنا شويه تاع هريسة مكترش، راهي بنتي تقولي كترتي الهريسة ميبغوش الحار، أنا غير نقص هكا. دوك خلوها تقلى غير شويه باش ندير داك الدنجال تاعي. هنا خواتاتي ها هو الدنجال، شوفوا هنا كاني نقيته وبلعته كاع دوك القشور وقطعته. دوك هنايا خليه يطلع مليح مع هاديك لاصوص. هادي احباباتي السلطه تاع الدنجال، راهي وجدت. شوفوا هنا شيت كي جات، جات طايبه شابه، تجي بنينه بنينه بزاف. شيلات هاد الاخر، انا درت زوج طباصه، جاوني هادو جوج حبات دنجال، جاوني زوج طباصه. زينتها بحبه حبيبات زيتون. هاد كيما قلت لكم هاد السلطه تنتكل بارده، انا درتها مع الشوربه. وانتم تبغوا ديروها كيما نقولوا مع الفطيره، تاكلوها بالفطيره تاكلوها، واللي بغات تديها حاره ثاني تجي بنينه حاره. انا درتها حاره جات تسخف، وبقات هنا اللمسه التاليه شيات. غادي نزيد ندير لها، ندير لها شويه زيت زيتون من الفوق. انا كيما قلت لكم درت زوج طباصه طبسي، انا ولادي ما يبغوش هاد زيت زيتون، هذا درته ليا انا والزوج تاعي، يبغوه نبغوا زيت زيتون، والاخر خليته للدراري يبغوها هكا بلا زيت زيتون. هذه الشيات نتمنى تجربوها وتعجبكم الشيات وتردوا لي في كومونتير. وهذه الوصفه تاع حبيبتي اذواق نائمه دارتها وعجبتني، كنت انا ثاني نديرها ونشاركها مع المشتركات تاعي، وان شاء الله تعجبهم. هذه هي خواتاتي، وقال لي غير نقول لكم ما تنساوش جيم لا فيديو، وتهلاو في روحكم فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.